ضاع المسلمون وباتوا ظلال، وصار الحرام في عرفهم حلال، وقارئ القرآن ما من سامع له، والشيطان في حبهم دلال بدلال، وسكروا من خمرة الدنيا وعورتها حتى ظنوا اللص ابن حلال. إن جاءهم عالم من حضرة الإمام يرتد من هول أفعالهم عن ذي الجلال، الطالب يعلم المعلم الآيات، والولد على جده صار يحتال، الفقر هرب من الفقراء لفقرهم، والسادة على قلوبهم اشتعلت الأموال. شيوخ ظنوا أنفسهم رسلا، وهم على قلب الأهالي حمة ووبال.